من القائل في الآية الكريمة: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ طلب يوسف عليه السلام من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فقيل إنه إنما طلب ذلك لأنه السبيل للوصول إلى أبيه وإخوته، وقيل إنه طلب ذلك كونه يعلم في نفسه أنه قادر على القيام بهذه المهمة في السنين الشداد التي ستمر على الناس. كان مجمل ما طلبه سيدنا يوسف عليه السلام من الملك أن يجعله واليا على أموال الدولة، وهو المقصود بقوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض، وأراد بالأرض بلاد مصر. وتتمثل هذه المهمة بحفظ الأموال من الضياع، ومنع أي معتد من أن يعتدي عليها أو أن يأخذ منها ما ليس له حق فيها، ثم يقوم هو بتصريفها في الجهة التي يرى من حقها أن ينفقها فيها بحكمة منه ورجاحة في عقله، ثم ينفق باعتدال وتوسط، فلا يبخل في الموضع الذي يجب أن ينفق فيه. والخزائن جمع مفردها خزينة، وهي المكان الذي يقوم الناس فيه بتخزين ما يريدون حفظه من الطعام والشراب. وقال سيدنا يوسف عليه السلام بعدما طلب ذلك معللا طلبه بأنه حفيظ على هذه الأموال ومنفقها بوجهها الصحيح، محافظ عليها وعليم بما فيه المصلحة لهذه الأموال، فإن فعل ذلك على وجهه الصحيح قام بالعدل الذي يساعده على نشر دين الله وتوحيده في أرض مصر.